بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نستكمل معكم خواطر التدبر في سورة سيدنا يوسف. هنا أيها الأحبة بدأت الأحداث الحقيقية التي ستوصل سيدنا يوسف بعدما تعرض لغيابات الجب وتعرض للظلم وتعرض للفتنة وتعرض للسجن، وكان دائما ينجح في هذه الاختبارات. فرأى الملك رؤيا تكررت ولم يعرف تفسيرا لها، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. بقرات عددهن سبعة سمينات، وهناك سبع بقرات عجاف يعني نحيفات جدا. البقرات النحيفات يأكلن السمينات، وهناك سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يعني سبع سنبلات خضر وسبع يابسات. وهذا الحلم كان يعني واضحا لدرجة أن هذا الملك يعني أصبح هذا المنام شغله الشاغل ويريد تفسيرا له. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، نبئوني يا أيها الملأ وأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يعني التعبير الرؤى، هل أجد منكم من يفسر هذه الرؤيا؟ انظروا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يفعل شيئا حتى الملك يسخره لك، كما سخر الملك لسيدنا يوسف. سيدنا يوسف وهو في السجن وقد ظلم كثيرا وتعرض للأذى من امرأة العزيز وقبل ذلك من إخوته، وسجن وظلم، على الرغم من ذلك لم يفقد الأمل من الله عز وجل، ولبث في السجن بضع سنين لحكمة الله يعلمها. لماذا؟ الله أيها الأحبة قادر أن يخرجه من السجن، ولكن أراد أن يعطيه فترة يزداد فيها علما، فترة يخلو فيها مع نفسه ويطور معلوماته، بانتظار أن يرى الملك هذا الحلم، لأن الملك سيراه في فترة الجفاف. هناك فترة جفاف ضربت مصر، يقال يعني قبل بحدود من 4 إلى 5 آلاف سنة، هناك سنوات جفاف حادة جدا ضربت منطقة مصر، سجلها العلماء وكشفوها، ولكن القرآن سبقهم إليها في تفسير الحلم الذي رآه الملك. ماذا قالوا له؟ قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني هذه خرابيط، هذه أضغاث. الضغث هو يعني الغصن الصغير أو شيء، فهذه أضغاث يعني أشياء فتافيت صغيرة لا قيمة لها ولا تدل على شيء، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالملك هنا من كثرة ما طلب من أتباعه تفسير هذه الرؤيا، انتشرت رؤيا الملك في المدينة، وبدأ الناس يتناقلوها، وربما يعني أصبحوا يتسابقون على تفسير هذه الرؤيا لكي يحظوا بالقرب من هذا الملك. هنا الرجل، تذكرتم الرجل الذي كان مع سيدنا يوسف في السجن والذي كان يرى أن هناك، عفوا، الرجل الذي كان يرى نفسه يعصر خمرا، وقال يعني إنك ستسقي سيدك خمرا، وقال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. نسي بسبب الشيطان سبحان الله. فعندما رأى الملك هذه الرؤيا تذكر، وقال: الذي نجا منهما، من هذين الشخصين، يعني واحد صلب بالفعل وقتل ومات،
والثاني نجا وادكر بعد أمة. تذكر سيدنا يوسف بعد أن مضت سنوات، يعني هناك أمة مضت سنوات، جيل كذا يعني، المهم أن هناك سنوات مضت وكان يعني في حالة نسيان تام. وعندما سمع برؤيا الملك تذكر أن هناك شخص يستطيع أن يفسر، وصدق في تفسير الحلم. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، قال لهم أنا سأنبئكم بتأويله. فعندما استدعاه الملك قال هناك رجل اسمه يوسف يستطيع أن يفسر لك المنام، وقد فسر لي منامي وصدق، وفسر منام الرجل الذي صلب وقتل وصدق، وهذا الرجل يستطيع أن يفسر هذا المنام. هنا أرسل الملك ليوسف من يقول له يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. سيدنا يوسف وهو في السجن طبعا قال مباشرة، يعني انظروا كيف فتح الله عليه من علومه سبحانه وتعالى، قال تزرعون 7 سنين دأبا ليلا نهارا تستمرون في دأبا، يعني تدأبون دأب مستمر لمدة 7 سنين. هذه 7 العجاف، عفوا 7 السمان، 7 بقرات سمان، أي 7 سنوات سمينة مليئة بالخير، سيكون المحصول وفيرا. لذلك ازرعوا كل الأراضي واعملوا ليلا نهارا. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. طيب سبحان الله، اليوم العلم الحديث يقول إن هذه السنابل إذا يعني الحبات القمح بقيت في السنابل تحافظ على نفسها 7 سنوات لا تفسد، مجرد أن أخرجتها من السنابل وطحنتها أو كذا فإنها تفسد بعد فترة. طيب من الذي أخبر سيدنا يوسف بهذا الموضوع، ومن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لينقل لنا هذه المعلومة العلمية التي يقرها العلم الحديث؟ إذن هذا إعجاز علمي أيها الأحبة. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني الشيء القليل كله خزنوا كميات كبيرة. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنوات شديدة، هي إشارة إلى البقرات العجاف. هذه البقرات تأكل ماذا؟ يأكلنا 7 السمان، يعني 7 سنوات جفاف ستأكل ما قدمتم وما خزنتم من قمح أو زرع أو كذا في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. الآن أصبح ما تستطيع أن تحافظ عليه، لديك كمية يعني بالكاد تكفي، أنت لديك الآن 7 سنوات جفاف. في تلك الفترة أيها الأحبة، في سنوات الجفاف أكبر حضارة يمكن أن تنهار. تفسير الحلم هذا حافظ على حضارة مصر في ذلك الوقت، لأن 7 سنوات من الجفاف يمكن أن تقضي، تنشأ مجاعات وحروب وغير ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني هنا على ما يبدو أنكم ستعودون لعصر الخمر والعنب والكذا، أو تعصرون الزيت أو كذا، يعني أقوال عديدة المفسرين. نحن أيها الأحبة يهمنا العبرة من هذه القصة، أن الله أعطاه علم لتفسير هذه الرؤيا
هنا وقال الملك ائتوني به. الملك عندما سمع هذا التفسير العجيب قال أنا بحاجة هذا الرجل، أريد أن أجعله عندي هنا. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، جاء رسول الملك إلى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف رفض أن يخرج من السجن قبل إثبات براءته. انظروا إلى العلم، انظروا إلى التخطيط. يعني سيدنا يوسف لو خرج ربما خرج ولكن التهمة تلاحقه. قال لا. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ذلك العزيز أو ذلك السيد أو ذلك الوزير، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن؟ يعني انظروا الاختصار أيها الأحبة، لا يوجد هنا فواصل. ارجع قال ما خطبكن، يعني اختصار شديد جدا جدا يعجز البشر عن الاتيان بمثله. أيها الأحبة، هذه سورة يوسف. ليأتي الآن هؤلاء الملحدون ويؤلفوا لنا سورة زاخرة بالأحداث والعبر والمواعظ والمواقف بهذه الكلمات القليلة، لن يستطيعوا، ومن أحب فليجرب. هذا الاختصار وهذا الإيجاز هو دليل على إعجاز القرآن، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هذا الملك جمع النسوة وفتح تحقيق رسمي. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، يعني معاذ الله، حاشا لله، تعالى الله، سبحان الله بهذا المعنى، أي ننزه الله عن السوء، ما علمنا عليه من سوء، عن يوسف ما علمنا عليه من سوء. طيب ما هي القصة إذن؟ هنا سبب هذا الموقف إحراجا كبيرا لامرأة العزيز. امرأة العزيز لم تجد مفرا من الاعتراف، قالت الآن حصحص الحق، الآن جاء لا مفر من الحق، لا مفر من قول كلمة الحق. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. انظروا أيها الأحبة، بعد سنوات السجن وبعد الظلم، هي تقف أمام الملك وأمام الناس جميعا في ذلك الوقت وتقول وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تخاطب زوجها، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه العبارة أيها الأحبة نسمعها كثيرا ولكن لا نعرف من هو قائلها. قائلها هي امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هنا أيها الأحبة أود أن نتوقف ونلخص هذه الآيات العظيمة التي استعرضناها. وجدنا دقة مذهلة في اختيار الكلمات. القرآن يأخذك دائما للعبرة. سيدنا يوسف على الرغم من أنه سجن وظلم لم يستعجل الخروج، أراد أن تثبت براءته، وبالفعل اعترفت عندما قالت وإنه لمن الصادقين. هنا علا في نظر الملك، أصبح له قيمة كبيرة جدا. لذلك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، جاء به طبعا، قال لسيدنا يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مباشرة أصحاب الاختصاص ينبغي أن يعرفوا باختصاصهم، يعرف بإمكانياته. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان هناك تسيب، كان هناك مشاكل لدى الملك في هذه المملكة، و
أن هذه السنوات التي ستأتي ستصيب مصر بالجفاف بعد 7 سنوات تحتاج إلى إدارة ذكية، وتحتاج إلى شخص لديه قدرة وأمانة على إدارة أموال الدولة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أخي، الخطاب للملحدين طبعا، هل هذا كلام بشر؟ يعني هل النبي الذي تتهمونه بالكذب والتزوير والتدليس والإرهاب والعنف والكذا، وكان يحب النساء ويتزوج الصغيرات ويفعل ويقتل ويذبح، طب هل هذه مواصفات إنسان يقول لك ولأجر الآخرة خير؟ ولأجر الآخرة خير، يعني هل رأيتم شخص مجرم يتحدث عن الآخرة؟ أليس لكم عقل تفكرون به؟ اقرأ القرآن يا أخي أيها الملحد، اقرأ هذا القرآن، أي آية افتح واقرأ ولو عشوائيا، أي آية ستجد فيها إثباتا على أن هذا النبي هو رسول صادق من عند الله سبحانه وتعالى. لأنه لو لم يكن صادقا لماذا كان كل تفكيره تجاه الآخرة؟ لم يفكر بالدنيا أبدا. هذا إنسان صادق يريد الآخرة لا يريد الدنيا. وهذا درس لنا أيها الأحبة، مهما مكنك الله في الأرض يجب في داخلك أن تقول ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أصبحت في منصب كبير، في موقع مسؤول، لا تنغر بنفسك، لا تقول أنا كذا وأنا كذا وأستطيع أن أفعل كذا، لا. تذكر قصة سيدنا يوسف عندما مكنه الله في الأرض وأصبح أهم رجل في الدولة أو الرجل الثاني بعد الملك. على الرغم من ذلك الله يذكرنا ويقول ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المتقين، وأن يكرمنا بتدبر القرآن وفهمه وتطبيقه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.